أني والد الطالبة مروة بكر علي إعدادية الازدهار فرع أحيائي، وطالب من وزير رئيس الوزراء، وزير التربية، وزير وقائد عمليات كركوك، طالب حق بنتي اجتها كل أصفارها ودمروها تدمير كامل، وهي طالبة شاطرة بالرابع موجود محدلها 98 بالخامس 98 وبعد استار طلعت أول بالدورات الدورتين الأخيرة، ونطالب من حقوقها، وحالة بنتي حيل صعبة حيل حيل صعبة، دمروا حياتها تدمير كامل. يعني معقولة صفر؟ يعني يجي صفارة دفتر يجي صفارة؟ يعني هذا جريمة. ونطالب من قائد قوات كركوك استاذ حجي الفريجي، يعني هو ابونا وهو اخونا وهذا بنته وعلى غيرتهم. الحاله النفسيه الطالبه صفر يومي، الله شاهد هسه قبل شويه جبتها من طبيب من الطوارئ جبتها، حالتها حيل صفر، دمروها تدمير كامل. الله لا ينطيهم اي والله، الله لا يوفقهم. أنا طالبة مروة بكر علي من محافظة كركوك، سادس علمي فرع الأحيائي، أنا معيدة بالسادسة سنة ثانية إلي، عدت في سبيل إنه أحصل المعدل اللي أريده اللي هو معدل عالي. امتحنت كل المواد الحمد لله من الدور الأول، قدمتهم هاي السنة وما أجلت ولا أي مادة، وانتظرت النتائج حالي حال كل الطلاب. من طلعت درجاتي كلها صفر، طبعا انصدمت، يعني كان صدمة إلي والأهلي. فرحت اشتكيت، عفوا قدمت اعتراض بمدرستي، وراها قدمنا شكوى لأن قالوا إنه الاعتراض ما راح يفيد، وتم الإطلاع على دفاتري من قبل قسم الصحة، قاعدة مديرة قاعة امتحانات كركوك أشكرها، وإنه شافت إنه دفاتري كلها ممسوحات، يعني كل المواد سبعتن، لو فرض أني أكون يعني ماسحة أي مادة من هاي المواد كان لازم يتواجد عندي تعهد بمركز الامتحاني مالي، يعني السبع مواد، بس هذا الشيء ما موجود. ونفسياً من هذاك اليوم يعني أنا كثير تعبانة، حالتي النفسية كثير تعبانة، يعني ولأن تعب سنتين تقريباً راح كله، يعني يجون جت الدرجات يكون نصفارة. فاللي أطالب هو من وزير رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومعالي وزير التربية وقائد عمليات كركوك بأن ينصفوني ورجعوا لي حقي، يعني واللي أطالب به هو حقي لا أكثر ولا أقل.